لسه مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد، وزي ما قلنا في البدايه معانا فقره خاصه جدا عن ليبيا. واكيد كلنا من لحظه ما سمعنا عن خبر القبض على الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي ثم نبأ وفاته، واحنا كلنا مستنيين اعلان تحرير ليبيا. في اسئله كتيره جدا ممكن تكون في ذهننا دلوقتي، من ضمنها مثلا المرحله الانتقاليه في ليبيا في الفتره القادمه ازاي ستدار؟ هل في خطه معينه لاعاده اعمار ليبيا وتشكيل دوله مدنيه؟ في أسئلة تانية عن عمليات الناتو، أنت هتتوقف عن ليبيا وإزاي، يعني المرحلة دي هتتم إزاي وهتاخد وقت قد إيه؟ في كمان أسئلة بتهم كثير من المصريين، خصوصا العمالة اللي كانت موجودة في ليبيا ورحلت عنها ضمن الأحداث الأخيرة. كل الأسئلة دي هجاوب عنها ضيف فقرتنا دكتور أحمد عبود، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة ليبيا. صباح الخير. صباح النور. أهلا بحضرتك، نورنا. النهاردة المفروض أنه يتم إعلان تحرير ليبيا، حضرتك يعني متوقع الخبر ده هيتقال إزاي النهاردة وإيه المفروض يعلن عنه؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم تهانينا للشعب الليبي بانتهاء حربه الطويلة ضد الطاغية ونظامه. في الوقت الذي فيه أرفع أسمى آيات التقدير والاحترام والإجلال ترحما على شهداء الحرب الذين قضوا، وتمنياتي العاجلة لشفاء جميع الجرحى. حقيقة عند الحديث عن هذا الموضوع لابد أن أستطرد في هذه الفترة، الفترة التي امتدت 8 أشهر والتي انتهت بتحرير سرت، يعني عند الحديث عن انتهاء الحرب أو إعلان التحرير، المجلس الوطني الانتقالي حدد الإعلان التحرير هو السيطرة على جل المنافذ البحرية والبرية والجوية، ومن هنا كان إعلان التحرير هو بالسيطرة الكاملة على مدينة سرت. اليوم صراحة هو المجلس الوطني الانتقالي حدد التاريخ باليوم، تم تأجيله، هو كان بالأمس يعني المفروض يكون يوم السبت ولكن أجل إلى يوم الأحد. واليوم إن شاء الله الحي القيوم سوف يخرج علينا بعدها في الساعات القادمة السيد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي ليعلن عن تحرير ليبيا بشكل رسمي. من المحتمل أن يشارك العديد من الوفود، وفود رسمية، متوقع أن يشارك الأمير حمد أمير دولة قطر، أيضا من المحتمل أن يشارك العديد من الوفود العربية ومنها الشقيقة مصر التي وقفت بجانبنا طوال فترة الأزمة. بالنسبة للخطة صراحة أنا يعني أتوقع في الخطة يتم الإعلان، المادة 30 من الإعلان الدستوري المؤقت حددت إعلان التحرير بجملة من الاشتراطات والمطالب اللي هي الانتقال من الحكومة، حكومة ما قبل التحرير، إلى حكومة ما بعد التحرير. سوف يدعى إلى استكمال مقاعد المجلس الوطني الانتقالي بإشراك المناطق التي تم تحريرها في هذا المجلس. بالإضافة إلى ذلك سوف يكون للمجلس الدعوة إلى انتخابات خلال 6 أشهر، خلال ذلك سوف يشكل مؤتمر وطني عام وهو بمثابة البرلمان، سوف يكون على عاتقه إعداد دستور دائم لليبيا وتشكيل حكومة انتقالية. يعني هنبدأ بالدستور ثم تشكيل الحكومة؟ طبعا، يعني سوف يسبق تشكيل الحكومة تشكيل الإعلان عن إعداد لجنة لإعداد دستور دائم لليبيا. بالإضافة إلى ذلك سوف يكون من 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 مهام المؤتمر الوطني العام أو البرلمان أن يعد قوانين تنظم عملية الانتخابات، وهي أيضا من المواضيع الهامة، خاصة وأن المرحلة 8 أشهر سوف نشهد فيها ما يسمى المرحلة الإعدادية، بمعنى إعداد ليبيا لعملية التحول الديمقراطي. أيضا يرافق ذلك خطة قدمها المجلس الوطني الانتقالي وبشراف المكتب التنفيذي، هي خطة الاستقرار، بمعنى عودة العائلات التي تضررت من تهجير فترة الحرب والتي مارست ضدها الكتائب، كتائب نظام القذافي، كافة أنواع القمع إلى مدنها، وبالتالي سوف تعود عجلة الحياة من جديد، وتكون من السهل الانطلاق إلى بناء التنمية أو بناء الإعمار.
هذا فيما يخص المتوقع. أيضا من المتوقع أن يعلن المجلس عن البدء في المصالحة الوطنية، وهي صراحة من المواضيع الملحة من أجل إنجاح عملية التحول الديمقراطي والانطلاق بليبيا إلى مستقبل زاهر أساسه التنمية والرخاء. الخطة اللي حضرتك تتكلم عنها وفي خلال 8 شهور المفروض أن هي تتحقق، هي خطة هايلة. حضرتك نعم. يعني تتخيل أن هي تنجح إزاي؟ والله صراحة هنا عندنا جملة من التحديات. يعني امبارح لو أنك أنت تابعتي وسائل الإعلام، كانت عودة التوار إلى المناطق التي أتوا منها، وبداية المنطقة الشرقية واستقبل أهل المنطقة الشرقية، بداية من بنغازي، المرج، البيضاء، درنا، طبرق، توارهم الذين كانوا على الجبهات. هذا مؤشر يعطي بأن هناك لدى التوار وقائدة جميع كتائب التوار رؤية بتسليم السلاح، وبالتالي انخراطهم في المؤسسة الوطنية العسكرية اللي هو الجيش الوطني، وتأهيل الذين لا يرغبون في ذلك في المجال المدني. فبالتالي أهم إشكالية قد تواجه أو أهم عقبة قد تواجه المرحلة القادمة هي مرحلة توفر الأسلحة المنتشرة في ليبيا. يعني القضاء على الميليشيات المسلحة. هي مش موضوع القضاء على الميليشيات، هذه الميليشيات التي طرحتها في شكل تساؤل. القضاء هم أبناء ليبيا، هم توار ليبيا، هم من أتوا بالنصر لليبيا. فبالتالي لا أكيد كلامنا نعم. بعيد تماما عن الثوار. نعم يمكن طبعا عن الجانب الآخر. لا الجانب الآخر انهزم واندحر. يعني قد تكون من أهم إيجابيات مقتل القذافي وانتهاء صراحة الخطر والتهديد التي كانت تمثله هذه الكتائب، والقبض على جميع رموز النظام السابق. تؤكد هذا المؤشر بأن ليبيا قادمة نحو التحول الديمقراطي، قادمة إلى مستقبل ينعم فيه الليبيين بالاستقرار وبالأمن والسلم الأهلي. وما يؤكد ذلك، أنا قلت لك في التقديم بأن سوف يتزامن مع هذه الخطة خطة أخرى تدعم موضوع المصالحة الوطنية، وسوف يشارك فيها أعيان القبائل والمفكرين والأدباء والمؤسسة الدينية بما لها من أهمية ورمزية لدى الشعب الليبي، بالإضافة إلى القضاء. نحن مطالبين بتفعيل القضاء وأن يكون هذا القضاء قضاء مستقلا حتى ترفع إليه المظالم، فبالتالي ينتفي صفة الأخذ بالتار أو أخذ الحق باليد عندما تكون هذه المؤسسة مؤسسة القضاء المستقل، مفتوحة الأبواب أمام أي دعوة قضائية يراد بها إنصاف الذين ظلموا خلال المدة هذه والمدة الماضية، يعني 42 سنة من القمع والاستبداد والظلم، مرحلة طويلة جدا وحملت العديد من المآسي للشعب الليبي. طبعا امبارح حلف الناتو اعلن انه يعني سيوقف عملياته في ليبيا يوم 31 من اكتوبر الجاري. نعم. حضرتك تتخيل نعم. العمليه دي هتتم ازاي؟ عمليه السحب يعني القوات. خلينا نتكلم اولا على لماذا اتى الناتو الى ليبيا. من اتى بهذا الناتو؟ اولا انا اعترض على كلمه الناتو، انا ارى بان الاعلام كله يزج بكلمه الناتو. الناتو اتى من اجل تنفيذ الشرعيه الدوليه. وهذه الشرعية الدولية رأت بأنه من أجل حماية المدنيين لابد أن يتدخل المجتمع المدني من أجل مواجهة آلة القتل التي كان يستخدمها القذافي ضد شعبه. وتم تطبيق قرارات الأمم المتحدة 1970 و1973. والتحالف الدولي اللي هو فيه أيضا دول عربية شاركت فيه، مش حاب نقول الناتو أنا بصراحة، كان من مهامه هو نو فلاي زون، بمعنى منع الحظر الجوي وحماية المدنيين، لكون أن القذافي في بداية الأزمة استخدم الطيران، استخدم السفن، استخدم جميع آلة القتل الجماعي من أجل قمع شعبه. لهذا وجد صراحة هذه المظلة للمجتمع الدولي، واللي كان على رأسها طبعا دول حلف شمال الأطلسي الناتو بين قوسين، من أجل حماية المدنيين. الآن انتهى الخطر أو التهديد الذي كان يهدد المدنيين، القذافي ونظامه ورموزه وكتائبه. إذا انتفت الضرورة من تواجد التحالف الدولي في حماية الفلاي زون. أمس لو أنك أنت شفتي الأمم المتحدة كان هناك مشروع قرار روسي برفع الحظر الجوي عن ليبيا ومن أجل عودة الحياة من جديد. يعني بالتالي نحن عندنا العديد من الجرحى يريدون السفر، أحيانا يتطلب سفرهم وقت طويل.
برفع الحظر الجوي وعودة الحياة من جديد إلى مجرياتها وتنقل الركاب والبضائع، وسوف تعود الحياة بجديد لأن الحرب واقعها انتهى بتحرير سرت وبالقبض على القذافي وأزلامه وما حدث. هل في أي قلق أو تخوف من تدخل الدول المشاركة في حلف الناتو في الأمور الليبية في الفترة القادمة؟ لا، الشعب الليبي مش شعب قاصر صراحة. يعني يتدخل في ماذا؟ يعني يتدخل في فرض قواعد اللعبة الديمقراطية، نحن من حددنا هذه القواعد. أحيانا البعض بيستغل المراحل الانتقالية في أي دولة. شوفي، هو أنا خلينا نحكي بصراحة، السياسة هي لعبة المصالح، ونحن كليبيين تربطنا مصالح بالمجتمع الدولي بصفة عامة وبشريكنا الأوروبي على وجه الخصوص. أنت عارفة بأن حجم التجارة البينية ما بين ليبيا والاتحاد الأوروبي فاق 60 مليار. ليبيا تربطها اتفاقية شراكة مع إيطاليا، اتفاقية صداقة مع إيطاليا، وتربطها اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي. والليبيون يتطلعون اليوم أن يلعبوا دور مهم في إطار الشراكة الأورومتوسطية. كل هذا البعد يؤكد بأننا حريصين، بقدر ما حرص الطرف الأوروبي على مصالحه، نحن حريصين كليبيين على مصالحنا مع هذا الطرف الأوروبي. حجم التجارة البينية حجم كبير، 60 مليار دولار. النفط الليبي يذهب إلى الأسواق الأوروبية، الغاز الليبي يذهب إلى الأسواق الأوروبية، أيضا جل البضائع التي تأتي ليبيا تأتي من أسواق الاتحاد الأوروبي. هناك قواسم مشتركة، نحن نريد بحر الأبيض المتوسط، بحيرة السلام، نريد الحد من الهجرة غير الشرعية، نريد محاربة الجريمة المنظمة، نريد محاربة الإرهاب، وكلها قضايا مشتركة تجمعنا بالطرف الأوروبي. فمن صالح الدول الأوروبية كما صالح للشعب الليبي أنه يكون هناك علاقة اعتماد متبادل وتعاون وصداقة على المدى البعيد، على عكس ما اتسمت به السياسة الخارجية الليبية في حقبة القذافي من تذبذب وتردد وتغير مساراتها. وكانت ليبيا في يوم من الأيام متهمة بتصدير الإرهاب عندما كان القذافي يصدر إرهابه بما يعرف تصدير الثورة إلى أوروبا، ويستخدم الأوروبيين كجيش الجمهور الإيرلندي، الألوية الحمراء، اليوتا في تسبيب القلاقل في البحر الأبيض المتوسط وفي علاقات ليبيا مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأوروبية بصفة عامة.